بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا موتور بيجو 1.9 موتور بارتنير 306، يمشي عدة سيارات، سي 15 برلينغو. خدمناه لقينا فيه حس ولقينا فيه دخان وما يركحش وديما تفطف، شكينا في أمره، عاودنا هبطناه من السيارة، نزلناه من السيارة وفكيناه. طبعا كيف فكيناه نحينا الكارتير اللي هو هذايا مقابلكم، هذايا مكان الكارتير، ونحينا وفكينا البومباويل، هذايا الكارتير، وفكينا البومباويل، فكينا البومباويل مول الصفاي نتاعها، طبعا الكستيس نتاعها، وفكينا الكلاس اللي هو هذا الكلاس نتاعها، وشفنا يعني نقول الكلاس لاباس عليه جديد، انما اللي لفت انتباهنا كونه فما تروا شامبر كحل، تشوف فيهم شامبر 2-3 كحل لاباس عليهم، فما واحده ما تحرقش اللي هي هذه. هنا دخلنا الشكل اللي فما حاجه في الموتور، كي دورنا الفيلبروكان دورنا البيستونات، لقوا البيستون هذا وهذا، يعني الزوز البيستون طايح حلوطه شوي، فكينا البيستونات من مكانهم. وقت اللي فكيناهم شوفوا شو لقينا، يعني الموتور هذايا يكون شارب الماء، شوف البياله كيش تعوجت، شوف موتور جديد لكن شارب، ظهر لي فيه شارب الماء، هذه مايله شوي وهذه معوجه على الاخر. هذا شنو هو الديفو اللي في المحرك هذايا اللي خلانا حايرين وما عرفنا المشكل نتاعو الا بعد ما فكيناه. كيف فكيناه لقينا زوز بيالات معوجين، زوز بيالات معوجين، واحده معوجه يعني برشا وواحده معوجه شوي. طبعا وقت تبدو بيالات معوجين نعرفوهم ديريكت انه الموتور هذا شارب الماء من لادميسيون. اش معناتها شارب الماء؟ معناتها وقت انسان تصب مطر ولا جيواد ولا كذا ويكون متعدي في وسط الماء برشا، ولا مطر ولا ولا واد فيه ماء برشا، يعني فما الدريت نتاع لادميسيون يبدا قريب ياسر للماء، يجبد الماء، كي يجبد الماء يسبريه الموتور من لادميسيون، كي يسبريه الموتور من لادميسيون يهبط على البيستون. الماء طبعا اقوى من الماء، ارضن من الكومبريسيون اللي جاي، فطول تتعوج البياله، طول تتعوج البياله، لكن ساعات يكسر البلوك ساعات ما يكسرش البلوك، لكن الاغلبيه ديما يعوج البياله ويسكت. يعني هذا الديفو اللي في الكهرباء الديزل بصفه عامه، لونسيان ولا نوفو كلهم، يعني في الليسونس هو احيانا يعوج واحيانا لا، تسكت السياره وكو يعني من غير ما تصير فيها حتى مشكله في لونسيان. اما في النوفو طولت البياله جويده دوب ما يشرب شويه ماء من هنا يتعوج. هذه معلومه يعني يمكن بعض الناس ما يعرفوهاش، اللي ديما ننصحهم ونقول لهم ديما وقت تجي تعدي من ماء يعني برشا من واد او من ما فيه او من مكان فيه برشا ماء، ماذا بك فما ديريت نتاع لاديميسيون اللي هو يجي في الموتور من فوق، تنحى من الاخر نتاعها. نعطيني نشوف نوريكم تو الموتور نتاع خو هذا اللي فرقناه، ونوريكم الدريت شنو اللي لازم تنحيه.
هذا مكان الدريت اللي قلت لكم هو اللي يشرب الماء من الشارع او من الواد ولا كذا. هذا ديما الانسان وقت اللي هو يبدا فيه مكان فيه برشا ماء، يعني ممكن يعني يغم على الاقل الماء اللي بشي اللي نحكي عليها، مش الماء شويه، الماء على الاقل يغم الكارتير من لوطا او حركه مكان كان الانسان مش يتعدى، او من ناحيه الدريت هذا من فوق من هنا باش ما تصيرلاش العمليه كيما صار في المحرك اللي وريتكم من الاول. كان خاطر كان يشرب الماء من هنا يدخل للادميسيون، الادميسيون يهبط للبيستون، يهبطوا سيباب للبيستون، وقت البيستون يجي يطلع ويلقى الماء قدامه ديريكت البيال تتعوج، خاطر الماء رزين مش كيما كومبريسيون. تو نزيد نوريكم في موتورات اخرين زاد باش الانسان ديما يرد باله. هذا هي موتور بارتنير، هذا هي موتور 1.9 رينو، موتور ار 19 1.9 رينو ار 19، وفي الكونغو وفي ال يعني يعني في الميغان الاولى ميغان ان موجود في عدة سيارات. هذا حتى وكذلك كيف دريت هذا اللي يخرج من هنا، وقت الانسان يدخل في الماء ولا حر ماء برشا ينحيه من هنا من الكرومه باش ما يصيرش العمليه كما صارت في المحرك اول ما وريته لكم. هذا موتور الهاش دي، الهاش دي هذا الفلتر، هذا الدريت نتاع الفلتر نتاعو في الهاش دي. هذا المكان اللي ينجم يدخل منه الماء، هذا يكون الدريت نتاعو طويل ساعاتي كيف تدخل تعدى من الماء ينجم يسبيري الماء. هذا زي الانسان اللي عنده الهاش دي يرد باله يدخل الماء برشا ولا حاجه يفك الدريت هذاك. هذا بالنسبه للموتور الهاش دي. هذا موتور 306 زاد و 405 والبارتنير زاد كيف كيف، هذا فيها دريت يجي هنا حتى هو الانسان وقت يجي مش يتعدى من الماء وماء برشا ينحي الدريت من هنا باش ما يسبريس الماء باش ما يصيرلاش المشكل اللي صار في الموتور اللي وريته لكم في اول فيديو.